السلام عليكم شباب، معكم ناصر و خالد راقد، المهم من قناة ديزرت داست جيمينج، واليوم بلعب وياكم اونلاين تايتن فيل 2. هاي اللي الحين قاعد العبها كنا اسمها بونتي هانت، يعني المفروض تدور واحد. ما تشوفني اشرد. المهم المفروض كنا ادور ناس يعني، وإذا أضبحهم أحصل فلوس عليهم أو شيء مفروض. هاي مفهوم الباونتي هانتينج يعني. هاي أول دور ألعبه، شوف شنو فنان. هيد شوت ما شاء الله علي. أكتيفيت أمب. هاي أول دور طبعا ألعبه، ما ألعب دور ثاني. وشوف أوكي اللعبة يعني. اقدر اركز وانا قاعد اسوي فيها. المهم اي حلو اللعبه، صار المكان يعني انا احب اماكن صغيره، يعني نفس ما قلت لكم في وانا العب باتل فيلد احب اماكن صغيره شي يعني شوي ضد بعض، فيصير احلى اللعب وسريع. بس هنا شكله وايد صغير زياده عن اللزوم. عاجبني لان اللعب وايد سريع فن. نزل التايتن على راسي. يلا وين اكو؟ لا ابي لا 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 اوه مات. مات بالتايتن اللي نزلته. وينه؟ ما يصير احد ثاني ياخذه. اي عبالي بعد انا، بس انا حقك انت حقي وانا حقك. الحين شلخ حرب حرب وياه. يلا روح. ايش قاعد يصير؟ صج تعال اذبحني. تبي تذبح؟ اصنق في الزاويه نفس الحشا. مو هالكثر عاد علي، مو هالكثر علي. هاي انا عبالي وياي. عافية. أنا بسيف الزين بعد. ماك. إيه اللعنة خالد. والله فوتك، والله العظيم صدق فان كان. لا حد قادر علي. هاكم. واو بيصير اطير بعد. والله انا طرت وايد شلخوني. اضحك اضحك. ظهر بعيد الحين. وين اركب؟ اوكي اركب زين. صدق بالغلط صارت. شفت؟ صدق فين كان؟ انزل عنا انزل عنا انزل عنا. اي زحلق عليه. ذبحت رفيجك زين. صبر شوف شلون تشوف السكور عادي. اوكي اوب في هاي بعد. صدق نسيت انا. اوه مو عاد مو عاد مو عاد مو عاد مو عاد. اوب والله والله فن هاي. نسيت هاي موجود من وين؟ خالد؟ صدق عجيب. شو شو. اوه. لعب سريع. ايه هاي عجب. هلا عجب. ذبحونا فيهم. هلا عجبني في اللعب وايد سريع. ماب هاك. السالفة بس وايد ربشة. ما تعرف ايش قاعد يصير هوك. ولا التايتن ماله. بس ذبحوه. هيد شوت هيد شوت شكله هيد شوت. ما صار كب عليه. خل نشيك.
شوف صادني. اوكي اقدر انزل تايتن. شلت بتري منه لانه هو في ثلاث رسبون اس تايتن. عافية عليك. مفروض تدمرها الحين. مفروض. ايش فيك جعار؟ تعال. تعال حبيبي. تعال وياي انت بعد. عشان يخاف. خلاص؟ شو خسرنا؟ انا قاعد اعطيك فيهم. يلا لا انه خلاص شلنا الاول سكور. ايه بس خلاص. خلاص. هاي كان اللعب حق اليوم. ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسون تسوون على الاشياء اللي هنا.